بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. اتعودنا طبعا طول عمرنا نسمع من شيوخنا المحترمين قصص عن السلف الصالح ومدى قربهم من ربنا سبحانه وتعالى وزهدهم ومساعدتهم لغيرهم وقضاء حوائجهم، يعني حوائج غيرهم، وبالتاكيد كلها بتبقى قصص مؤثره ومحفزه للتدين والفعل الخير. لكن كمان لما بنسمع او بنشوف ناس زينا زيهم عايشين نفس ظروفنا وفي نفس زماننا، مثقلين بالهموم عادي وعندهم التزامات وحياتهم مش فاضيه، ومع ذلك تلاقيهم اول ناس يجروا عشان يساعدوا فلان اللي واقع في ضيقه او زنقه، اول ناس يجروا يزوروا علان اللي تعبان في المستشفى، تلاقيهم اول ناس ياخدوا على عاتقهم انهم يكلموا طوب الارض ويلموا فلوس عشان يقفوا جنب عزيزه قوم زل ويفكوا عنه كربه. وفي الحزن والفرح تلاقيهم برضو أول ناس واقفين بيجاملوا بقلبه وبصدق. والحقيقة كنت محظوظة جدا إن أنا اتربيت مع أب عاش حياته كلها بيقضي مصالح الناس وكأنها مصالحه هو الشخصية. يعني كان ينزل يعمل مشوار على أول الشارع، مشوار ما ياخدش 10 دقايق، فيغيب ويجي بعدها بساعتين ثلاثة، ولا كان بقى في موبايلات ولا نعرف هو بيعمل إيه. إيه يا عم أنت كنت فين كل ده؟ يقول أصل أنا قابلت عمك فلان، يبقى جارنا مثلا او حد ما عرفوش من اصله، بس هو كل الناس عنده عمامنا وابهاتنا وجدودنا، يعني كل الناس اللي ما نعرفهمش بياخدوا الالقاب دي عادي. فيقول قابلت ابوكي الحاج فلان، وبعمري ما شفت ابويا الحاج ده اساسا، بس هو كده. فابوكي الحاج ده كان ماشي رايح يخلص ورق في المصلحه الفلانيه، فقلت اروح اخلصه له، ما هو مش هيعرف يسلك هناك، وانا اعرف هناك عمك فلان اللي انا برده ما اعرفوش، واهو خلص الورق لابوكي على طول، عشان كان هيتبهدل، كان هيبقى لوحده يتبهدل. اصل انا شفت ستك الحاجه فلانه، وهي مش ستي برضو ولا جدتي ولا اي حاجه، هي ست كبيره وخلاص، واصل انا لقيتها جايه من السوق وشايله حاجات تقيله، فوصلتها وطلعت لها الحاجه، ابنها مسافر محدش يساعدها، مين يساعدها؟ اصل الراجل قصدني في مشكله بينه وبين اخوه فروحت اصالحهم، اصل انا كنت في المعاشات بخلص لابن خالتي ورق المعاش بتاعه كده. بقى احنا مقضيين حياتنا وحياته كلها مشاوير ما بتخلصش لقضاء حوائج الناس. ساعتها احنا كنا صغيرين وما نعرفش قيمة اللي هو بيعمله ده، وساعات كنا نتخنق مين الناس دي اساسا اللي قاعدين في بيتنا ولا راكبين عربيتنا واحنا ما نعرفهمش اصلا. بس حسينا بقيمة اللي بيعمله ده بعد ما كبرنا وبعد ما توفاه الله، الله يرحمه ويرحم امواتنا جميعا، ولقينا بقى تسهيل ربنا سبحانه وتعالى وستر ستر ستر في كل خطوة في حياتنا. وانا واثقه انه في كتير قوي في الدنيا دي وحوالينا زي ابويا كده الله يرحمه، في اكيد في منهم كتير، منهم مثلا واحده صاحبتي عايشه في طنطا، وهو الواحد هيجيب منين غير من الناس اللي معارفه واللي حواليه. كانت معايا في المدرسه اسمها منى شملوله، هي هتموتني اكيد عشان قلت اسمها في التلفزيون. هي ام وزوجه وعندها هم ومسؤوليات بيت واولاد، بس عايشه لقضاء حوائج الناس ومفيش حد يتزنق لها في اي طلب، تعرفوا او ما تعرفوش، لقضاء حاجته، سواء بقى كانت الحاجه دي ماديه او غير ماديه، غير وتلاقيها قدها وقدود، واقفه بتخدم بمنتهى الاخلاص، وما تسيبش الموضوع غير لما يتحل وصاحب الحاجه ده يتراضى اخر طرديه، يعني ولو شفتها تلاقيها ست كده ستوته وهانم، مش مثلا يعني مش الشكل اللي انت تتخيل انه ممكن يمشي يقضي، لا 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 هنومه كده، ومع ذلك اول واحده تلاقيها في المكان اللي الناس محتاجاها فيه. اكيد حضراتكم تعرفوا ناس كتير قوي من النوعيه الحلوه دي، واللي يعني النوعيه دي بتثبت صحه الحديث الشريف الخير في وفي امتي الى يوم الدين. احنا محتاجين حضراتكم تبعتوا لنا وتكلمونا وتحكوا لنا على النماذج الحلوه دي، محتاجين كده نغير من بعض في الخير وفي قضاء حوائج الناس، وهنعرف قيمه وثواب قضاء حوائج الناس مع فضيلة الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اللي حضراتكم تقدروا تتصلوا بيه وتسألوه أي سؤال، بس بعد فاصل قصير.